الذبحة الصدرية، ده فلان صحي عنده ذبحة صدرية، فأسمع حد تاني يقول ما هي الذبحة الصدرية بتحصل وقت الفجر. هو إيه اللي حددها وقت الفجر؟ وهل ده فعلا حقيقي ولا لأ؟ الذبحة الصدرية هي الوجع أو هي العرض، وقصور الشريان التاجي هو المرض. زي ما نقول مثلا إيه، الصداع هو العرض، وارتفاع الضغط مثلا هو المرض. أيضا الذبحة الصدرية هي الوجع، يعني والوجع ده قد يكون نعمة وليس نقمة. واحد يقول لي يا دكتور الوجع نعمة؟ أقول له الوجع نعمة، ده جهاز الإنذار المبكر اللي بيقول لي إن القلب فيه حاجة. الصانع البشري لما عمل موتور العربية حاطط لك في التابلو كذا لمبة، لما بتنور أحمر بتعرف إن في مشكلة، دي تيل الفرامل، ده البنزين، ده الزيت، ده في مشكلة في الموتور، فبتعرفي وتركينه على جنب وتصلحي الموتور. أيضا المولى عز وجل وله المثل الأعلى عندما عمل هذا الموتور المعجزة عمل لنا اللمبة الحمراء اللي هي الوجع. فوجع الصدر ده ممكن يبقى علامة على ضيق في الشريان التاجي. يعني إيه الشريان التاجي؟ الشريان التاجي ده الشريان المسؤول عن تغذية القلب بالدم. ايه الكلام الغريب ده؟ هو القلب اللي فيه كل الدم بتاع الجسم عايز شريان يطلع له يغذيه؟ هو شأنه في توزيع الحصص زي الصراف اللي في المؤسسة. يمكن انت ما لحقتيش الصراف دلوقتي، القبض اي تي ام، احنا ايامينا كان يجي الصراف ده كان يجي في اول الشهر واخد معاه واحد يشيل معاه وبيرجع بخزنة قد كده ممكن يكون فيها 3-4 مليون جنيه كل مرتبات المؤسسة. هو له فيها 3000 جنيه ليه مرتبه والباقي ده توزيع، لكن هو لازم ياخد اول فلوس واجدد فلوس عشان يشتغل بنفسه. القلب فيه 5 لتر اللي هم الدم بتاع الجسم كله، لكن هو حصته بياخدها عن طريق الشريان التاجي. فالشريان التاجي ده اول الفلوس الجديده، اول شريان يطلع من الاورطه عشان يغذي عضو في الجسم يغذي القلب نفسه منه اليه، فبالتالي بيبقى اول دم قبل ما يعدي على حتت كتير. فده في اول حاجه بياخد هو الشرايين التاجية. هيسموها التاجية ليه بقى؟ لأنها تحيط بالقلب من الخارج كالتاج، يعني هم ثلاثة مش واحد. يقول لك الشريان التاجي، لا هم الشرايين التاجية، الأيسر النازل ال دي، والأوسط اللي هو ال LCX، والخلفي أو الأيمن اللي هو ال RCE. ال LED ده له خصوصية، ده حتى في الأدب الإنجليزي بيسموه ويدو ميكر، صانع الأرامل، ده بيعمل الأزمة اللي حضرتك بتقولي عليها، ده لو حصلت فيه جلطة جامدة ممكن يعمل ذبحة صدرية وما يلحقش يروح المستشفى فيرمل مراته، يبقى شاب لسه صغير ومراته تبقى أرمل. لسه من حوالي شهر بعت لي، كان سباح وكان مدرب سباحة في اسكندرية، حس بشوية حموضة ما لحقش يروح المستشفى يا دكتور، وتوقف قلبه عنده 31 سنة وله أطفال صغيرين. وفي قصة عم رشاد، يمكن أنا كتبتها مرة، قلت في قصة عم رشاد موعظة وإرشاد. عم رشاد ده كان رجل من رجال التربية والتعليم، طلع معاش جاي من الصعيد من أهلنا الطيبين بلاد البطولة والرجولة، أنا بحبهم وبحييهم. جاي بيشتكي من وجع في صدره ليه الذبحة الصدرية، فقلت له عم رشاد دي ذبحة صدرية وأنت محتاج قسطرة عشان نسلك الشريان التاجي. كان معاه مين بقى؟ معاه ابنه محمد اللي هو الباحث بيعمل ماجستير في الآثار. فعم رشاد قال يا دكتور في السن ده هعمل قسطرة إيه وأنا هعيش كام سنة؟ قلت له بص يا عم رشاد، الأمر بيد الله، الطبيب لا يطيل عمرا والمرض لا يقصر عمرا، لكن احنا امرنا ان احنا ناخد بالاسباب. يعني مثلا دايما انا اقول لهم المثل ده، لو الفيشه بتاعت الكهرباء دي حصل فيها ماس كهربي، ده قدر من اقدار الله وقدر الحريق والاحراق، هتقعد تتفرج عليها ولا؟ قال لي لا هتحرك. قلت له هتجيب المطافي وتحاول تشوف طفايه وتحاول تطفيها، واللي بيحصل اللي ربنا كاتبه بقى، اذا كان هيحصل تلف مادي او بشري هو كاتب كده ننجو يبقى بكرم الله. كذلك الذبحة أو وجع الصدر ده قدر المرض وقدر ممكن يعمل موت مفاجئ ويعمل مشكلة، احنا بناخد بالأسباب. اسألوا أهل الذكر، رحت للدكتور متخصص قال لك أنت محتاج قسطرة، فلو أنت عملت الدعامة ربنا كاتب لك تشفى هتشفى، ما فيش خلاص أنت أخدت بالأسباب. فاقتنى وعمل الإيه الدعامات، وجالي بعد 6 شهور زي الفل. بعد سنة لقيته جاي لوحده زعلان، مالك يا عم رشاد شكلك متغير ليه؟ قال لي معرفتش اللي حصل يا دكتور. قلت له إيه اللي حصل؟ قال لي محمد ابني يا دكتور. قلت له ماله؟ قال لي محمد يا دكتور جاله زي حموضه في صدره، يا عم بنطلب المستشفى، في خلال ربع ساعه كان انتقلت الروح الى بارحه، ده كان هيناقش رساله الماجستير في نفس الاسبوع يا دكتور. قلت له يا عم يا رشاد دي اجال وربنا يصبرك، هو بص وارث منك الشريان التاجي يعني انت اتلحقت، هو ما لحقش. اللي مزعل عم رشاد ايه بقى؟ ان محمد كان بايع العربيه الملاكي بتاعته عشان يعالجه،
قال لي صور، ما قال ليش باعها من غير ما يقول لي يا دكتور، دي مزعلاني جدا ومأثرة فيا. قلت له ما تزعلش، ده هو ولد بر، دي حاجة تبسطك. قال لي لا زعلان. كل يوم اروح اقعد في المقابر 3 ساعات اقعد اكلمه. قلت له غلط كده، انت تروح يعني تحيي ذكراه انك تبر اولاده بقى وتعطف على اولاده. قال لي والله اهتم بيهم. قلت له لا، هو هينبسط لو انت اهتميت. يا دكتور ده باع العربيه الملاكي عشاني، عشان هو مات من غير ما يتعالج. فقلت له بص انت تحاول تبر اولاده. فقال لي عموما هو يعني اخوه. قلت له لو عرفت تبر اولاده. قال لي اخوه يعني هو اكبر من مرات اخوه وفي قبول. قلت له دي بقى دي حاجه كويسه قوي، يعني هو ممكن يتجوزها ويربي العيال. قلت له دي احسن حاجه عملتها لمحمد. فمحمد اللي هو عنده 31 سنة عالج أبوه من الدوامات، لكن ما ضغطش على نفسه، عمره ما قاس الضغط مرة، عمره ما حلل الكوليسترول مرة، ومع ضغوطات الحياة ورسالة الماجستير والتعب وصلت بأزمة قلبية ما لحقش يتعالج منها. ودي رسالة لكل الشباب، يعني الحياة فيها ضغوطات كتيرة جدا يا حبيبي. معادلة الحياة أنا بسميها رقعة شطرنج الوجود، زي أبيض وأسود، ليل نهار، دموع ابتسامات، افراح اتراح. اوعى تفتكر ان الطريق ممهد ورحب وان الحياه كلها ورود بلا اشواك، يبقى انت واهم. تبقى في الجنه. الجنه هي المكان الوحيد اللي هو افراح دائمه، بدليل قوله تعالى الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن. بعد تعمل في الايه دي يعني ما شكروش ربنا على الحور العين ولا السندس ولا الاستبرق والجنات والعيون، الذي اذهب عنا الحزن، يعني الحزن غاب، فالجنة هي عدم الحزن. اوعى تفتكر ان انت في الدنيا هتعيش حياة ممهدة، هتقابلك صعوبات، بس شطارتك كإنسان انك انت تتكيف مع ضغوطات الحياة، تحاول تستعين بالصبر والصلاة، يمكن ربنا يعديك من الصعوبات دي. هيجي لك الزعل تخليه ضيف عابر مش مقيم معك، لانه لو اقام معك هيعمل لك جلطة في الشريان وزبحة صدرية، هيرفع لك ضغط الدم، ممكن يجيب لك سرطان. المولى عز وجل عندما تحدث عن سيدنا يعقوب قال ابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. سيدنا يعقوب من الزعل على سيدنا يوسف جاله كاتركت، ميه بيضه في العين. الجميل في الايه واللي بقعد اتامل، فهو كظيم، هو حدد نوع الزعل، مكظوم لجوه، عارفه الزعل المكبوت، ساعات الفضفضه بتقلل الزعل. فلذلك انا حتى بقول يعني انت لو مضطر تزعل بقى فضفض، ما تشيلش جواك. اكتر ناس بتجي لها ازمات قلبيه اللي بيزعلوا لجوه، والستات بالذات بروكن هارت سن